القصة اللي اخترت لكم اليوم مختلفة، وتعمت نبعد شوية على الدم وديك الجرائم اللي كتروع الجوف. غادي نحكي لكم كيفاش واحد الاب هاجر الديار وخلى مراته عندها شي بنت صغيرة قبل ما يرجع البلاد، وبعد سنوات طويلة من الغربة والصدفة هي اللي وقعت وما غاديش توقعوها. كانوا ساكنين في مدينة ارفود بالرشيدية، أسرة ما فحالهاش لكن راضية باللي قسم الله، وخير الزيت واتاي ولا والو، الجوع ما كيقتلش كما كيقولوا، والله يحسن العوان، رب الأسرة ما خلى ما جرب باش يوفر لمراته وبنته الصغيرة، وغادي نعطيها اسم أمل كاسم السعار. الاستقرار ديالو في أرفود جا غير باش يكون قريب من مرزوقة، باش يقلب على شي مصيرف، حيث كان من قبل كيخدم مرشد سياحي في مدينة فاس، وملي كسدات الحرفة مشى لأرفود وكرا دار وفتح شي بازار صغير كان كيبيع فيه منتوجات تقليدية محلية الصنع. تماك تعرف على أم أمل، حتى هي كانت غير مهاجرة لهاد المدينة، حيت هي من إيموزار كنضرب في صفرو، كانت تلاقاها بالصدفة في البازار والعين شافت في العين والقلب خفق، وكمل الحب الزواج وزاد تمثل من اللي خلقات أمل. كان الأمل في الاستقرار وانتعاش الدخل وتحسين الوضع. وخا الحب بيناتهم، العيش أحيانا كيمرر العشق والمودة، خاصة من اللي كتفتح شي باب يمكن لبنادم يهرب منها من واقع ديالو ويحسن مستواه ووضعه الاجتماعي. وهذا الشي اللي وقع لهذا السيد اللي تعرف على شي توريس زاروا البازار، وكان الجيد ديالهم هي شي بنت أعجباته، علاقته بها توطدات لدرجة أنها غالبا ما كان كيرافق التوريس اللي كيجيو معها في مختلف الجولات في أرفود والناحية، وكيمشيو يكمدوا العظمان في مرزوقة. ومن بعد اقترحت عليه يسافر معها لباريس، ما كانش بإمكانه يرفض بعد ما شافها فرصة لا تعوض باش يحسن الدخل ديالو. تفهم معها على موعد الرحيل ووجد الوراق، وطبعا ما قالهاش لمراته، كان خايف لا تمنعو. خلى ليها فلوس تكفيها شي شهور وكتب عليها، قال ليها غادي يدوز وقت طويل وشهور مع التوريس، كانت غير حيلة منه باش يهرب منها ومن الواقع ديالو اللي ما كانش راضي به. ملي هاجر لباريس وفي باريس لقى عالم اخر، دوزت الشهور الاولى ولا في الاحلام، ما هي مسارية وما هو تفطاح، وحسب ليه الامور غادي تبقى هكاك، لكن 7 ايام ديال الباكور ما كتطولش. وهذا الشيء اللي وقع من اللي لقى راسو ما خدامش وخصو فلوس كثيره باش يصرف على راسو، وهنا دخل عالم لي بوات. كان كيمشي بزاف مع الشقراوات، عجبو راسو زينو، نسى امل وامها، لكن الطريق اللي مشى فيه دخلوا في دوامه واحده اخرى. السيد دخل عالم الحشيش والدعاره، وبدات الخلافات والدباز اليومي، خاصه ملي سات العلاقه ديالو مع عشيقته القيد الفرنسيه، وكان غارق في النشاط والزهو. وام امل كانت كتفتش بالفتيله والقنديل على باش تعيش بعد ما اكتشفت بلي راجلها خلاها وهاجر الدار والديار. فتحت البازار وما لقات الخبز الحلال ما صار، وهذا الشيء علاش مشات في طريق خايبه وارتمت في احضان الذكور، هذا يطلقها ولا اخر يشدها. كانت كتنتقم من راسها، المهم بالنسبه ليها هو توكل بنتها الصغيره. دازت سنين ومرضات ام امل بالمرض الخبيث ثم ماتت، وبقات بنتها امل عرضه للضياع. الشباب ديالها غرها ومشات في نفس الطريق الام بعد ما لقات اي حيله باش تعيش من الحلال. حكمت عليها الظروف تضرب الكاس وترضي الخواطر، قالها المغني الشعبي. رجع الاب من المهجر وهي مقلب على بنته ومراته، ما كان عارف والو، كان يمكن يلجأ للاذاعه ويدير بلاغ بالبحث عليهم، لكنه اختار طريق واحده اخرى بعد ما قالوا ليه باللي مراته وبنته خرجوا الطريق وكيمشيو ليبوات، ومن تماك فكر يقلب عليهم في ليبوات. في واحد الليله تلقى شي بنت في لابوات، كانوا سكرانين جمعهم طبله واحده، حكى ليها تفاصيل حياته، وكانت هي خريطه الطريق باش تقربوا من بنته. قالت ليه باللي كتعرف 3 البنات عندهم نفس القصه، يعني خلاوهم بواتهم صغار وهاجروا للخارج وانقطع الاتصال بهم. في واحد الليله كان في شي بواط كيسكر، شويه دخل شي بنت زوينه طاي، هي اللي جبداته، نقرات عليه واش ما تشربناش يا البخيل، ابتسم في ابتسامته قبول، جلست حداه وداو جابو في الهضره، وبان ليها فيها همزه. السيد كان سخي اللي تلبسو كيجيبو ليها، وطبعا ما كانت تقدر ترفض ليه طلب، وتحمست لطلب المرافقه ديالو للدار.
بل ليها فيه الفلوس. أما هو كرجل شنو غادي يدير بواحد شارف هارف؟ هو شاف فيها الطرابة والزين وقال مع راسه كيفاش نحرم راسي من هاد الخيرات الله. توافقوا واتفقوا ومشاو فين بغاو. في الدار وفي الفراش فوق الناموسية حكات ليه قصة حياتها من الألف للياء بأدق التفاصيل. وقبل ما يحكي ليها حياته شافت في عينيه دموع حارة هابطة على خده، ما فهمت والو، عنقها وزادت دموعه وحساب ليها غير شوق الليل، ما ظنتش هاد الشي وقع. بنتي عبارة كررها وسمعتها قبل ما تدفعه بحيث يضربها الضوء، مخلاش تبعد وجرها وباسها في جبهتها وحكى ليها قصته من الطقطاق حتى للسلام عليكم. وباش يقنعها جبر شي كارطابل ومنها جبد شلة وثائق وبدا كيوريها ويعنق ويبوس بنته اللي حرمها منه. بابا كلمة سمعها لأول مرة من أمل بعد ما تحقق أمل تجدد اللقاء مع بها، والنهاية كانت درامية تصلح لشي سيناريو لشي فيلم. بعد ما كاد الأب أن يضاجع ابنته لكن إحساس غريب فرمل شهوته وبدا صفحة جديدة. بدأوا بجوج هاد الصفحة نسوا فيها الماضي وعاشوا الحاضر وما فشلوش في البحث عن العيش الحلال في المستقبل.